النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعي الواردة لدينا هنا في مركز طقس عرب، والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد لسحب وغيوم هامة صوب بعض السحب والغيوم المرتفعة ذات النطاق العالي أو الارتفاعات العالية غير الممطرة تظهر من وقت إلى آخر. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، الأجواء تكون بوجه عام غالبا صافية إلى غيوم متفرقة، درجة حرارة صغرى 10 درجات مئوية، تنشط أحيانا الرياح الجنوبية الشرقية، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل عام. تستمر الأجواء المستقرة وحالة الانحباس المطري للأسف في المملكة خلال الأيام القادمة، ولا تغيير يذكر على الحالة الجوية سوى بعض الارتفاعات القليلة على درجات الحرارة في مناطق معينة. في العاصمة عمان يوم الأربعاء 18/10 مع بقاء بعض الرياح النشطة خلال ساعات النهار، الأمر الذي قد يزيد من الشعور بالبرودة، ولكن الأجواء ودرجات حرارة أعلى بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس 18/9 والأجواء تميل للدفء بشكل واضح في ساعات النهار، وحتى في ساعات الليل هي أقل برودة مما كانت عليه في العديد من الليالي التي مرت سابقا. ويوم الجمعة 16/9 مع انخفاض طفيف وقيع درجات حرارة وظهور لبعض السحب المتوسطة والعالية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم بخير، إلى اللقاء.